السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عم بكلم الشيخ مصطفى. معك. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ مصطفى، كنت عايزك سؤال بس بخصوص الدولار، أنا غيره خالص. سؤال إيه؟ أنا كنت مسلف واحد دولار، وقال لي حسلمهم لك دولار بعد كده. طيب. فيها حاجة دي؟ عشان كان في حد سأل دلوقتي. لا لا، سؤاله ليس قرضا، سؤاله تشغيل. لا، انما انا سؤالي هو هياخدهم دولار سلف، يسددهم دولار. تمام، شكرا يا شيخ. عفوا، عمرك وياكم.